الحمد لله الاجواء مزيانه، واخا واخا المركز كيتصلح جايين المسائل مزيانه. بالنسبه انت للبيع ديالك شنو كتبيع؟ وانا مع الدراويش كلشي كياكل، مول 5 دراهم ياكل، مول 10 دراهم ياكل، مول 7 دراهم ياكل، وحاجه مزيانه. حنا كنطيبوا كنشريو السلعه ديال الكتبيه. نعم السلعه ديال الكتبيه وكنطيبوا. ها انت كتشوف كلشي على هذاك الشيء نقى، حيت كيجيو عندك عائلات الناس نقايا خاصك ضروري تخدم حاجه نقي. انا شي 28 سنه وانا في هذا الحرب. 28 سنه وتهنايا. ماشي هنا انا التيرانات تيران، انا محمدي ولد محمدي زياده وخلا. كاين واحد واحد حاله شي كيدير حاله شي كيديروا، كاين واحد واحد اداء كاين في الملعب ديال الراجا. انا كان هو انا اللي كنكون في السطاد باشي هو انا كيجيو عندك على حساب طون. كلشي كياكل عندي معروف. كلشي كياكل عندي تما. المغرب كله اخويا. شحال تفدني هنا؟ تقريبا دابا شي 28 سنه وديال الحرفه راك عارف. حاجه نقيه، حاجه المهم اللي كنخدموا حاجه نقيه. راه انت كتشوف كاين شي اقبال شويه لا. شويه المهم الحد حسبته الحد الله يجعل البركه. كاين الفرق، كاين الفرق شويه. وكل المسائل هذيك ارزاق، هذاك الشيء ارزاق. حنا كنقبلوا كل شيء. بعض المرات كيشيط لنا الخبز كل شيء كياكل، طيور كياكلوا، كل شيء كياكل. فهمتي راه الحرفه هي هذه، ماشي شي حاجه كلشي منا شي وليدات. لا والو ما نكذبش عليك، كانوا عندي شي مشاكل عائليه داك الشيء ما تجوزش. ما نكذبش عليك، ولكن هز واحد الاخت واحد لافامي واحد الوالده، واحد الوالده فيها الزهايمر، لا مرا دي زهايمر. امين الله يرحمها. دابا راه توفات. طالبوا من السي هشام. اجي تقول السلام عليكم. السلام عليكم. كيف خويا؟ بخير. لاباس صلاح خويا. الصديق ديالي هو بحال الاخ ديالي. المهم الدومين ديالكم بجوج. الدومين ديالنا بجوج. طابلر ديالي انا والاخ ديالي، راه اخ ديالي ماشي صديق ديالي. شحال انت خدام الصديق ديالك؟ راه خدام دابا شي مده ديال شي غادي شي 15 عام. 15 عام. هو اللي كيبقى ليه الفضل باش حيت من بزاف الحوايج ودخلت معاه لهذا العالم ديال لي ساندويتش. كيفاش دير هذا العالم ديال لي ساندويتش؟ كيفاش كتعقلوا معاه؟ كنتعقلوا معاه. حنا بدينا بديتها معاه النهار الاول، كنمشيو للتيرانات درنا طابله، شدنا المواسم، خدمنا تقريبا. راه ما كاينش شي تيران ما كيعرفوناش فيه، لا رجال الامن لا الناس مسؤولين ديال اي تيران ما كيعرفونا. الرباط، اكادير، مراكش، تطوان، طنجة، وجدة، ما كاينش شي مدينة في المغرب. أي بلاصة في أي بلاصة. إلا مشيتي عند الجمهور ديال الراجا غتسولي علينا غيقول لك راجاويين، مشيتي عند الجمهور ديال الوداد. كثير مشيتي عند الجمهور ديال الوداد غيقول لك هادو راه ودادين، مشيتي للجمهور ديال ليفار غيقول لك هادو راه من ليفار، مشيتي لطنجاوة غيقول لك طنجاويين. حنا كلشي كيعرفونا تقريبا. واش نقول لك اخويا، حنا اللي كنطلبوا من هاد الناس وكنطلبوا من المسؤولين ديال المدينة المحمدية يشوفوا من حالنا حنايا ويشوفوا لنا شي محل حنا في هاد الكيوسكات كيتبناو في البحر. لا حتى كان ممكن كنطلبوا مدن اخرين. حنا حتى حنا فهمتي اخويا، كنطلبوا من السي هشام. ما عندكمش شي جمعيه؟ لا ما عندنا الجمعيه لا والو. حنا ناس خدامين فولونتير. جا عندك مسؤول قال لك حيد منا غتحيد. هي الاولى ما غتقدرش. هادشي اللي نقول لك. حيد منا نقول لي هي الاولى. هي الاولى خصك تحيد لي. ما عندنا شي مسائل قانونيه نخلصها ولا عندنا شي روح. كطالبوا انتم كطالبوا باش يكون عندكم شي كيوسكا باش تخدموا. اش كيوسكات حنا باش نبقاوش بحالكم. حنا حنا عشوائيين. دابا قدامك يجي مقدم قايد مخزني هذا غيقول لك حيد خصك تحيد. ما تزيدش هنا دقيقه، زدت حدا دقيقه يمشي لك ديالك بالعربيه. غيجي غيقول لك حتى هو كيدير خدمته. ماشي هو بركلي بالشقون ديالو ولا هو كيدير خدمته خصك دير معاه خدمته. وانا كنطلبوا من العامل صاحب جلاله ومن المسؤولين الا كانت الكيوسكات حنا منا بحالنا بحال الناس وسولوا علينا الناس كاملين حيت حنا كنصابين بزاف الناس عندنا بزاف. الصديق ديالي والاخ ديالي راه قادي تقريبا غادي 30 عام هو هنايا. انا جيت انا البارح، انا وليت غادي ب 15 عام 16 عام. واش نقول لك اخويا، الله يدير تاول الخير لينا ولكافة أمة محمد. هادشي اللي نقول لك. مرحبا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، راه كنرحبوا بهم، كيجيو ناس كياكلوا حاجة نقية. فهمتي حاجة نقية ومرحبا بهم. الأجواء راه دايزة زوينة. مع الكور مع الناس بزاف. لا بلاكوت قول ما تصاوب لك بلاكوت باقا قول ما تدخل الإصلاحات. أدي تصاور دابا نجيبهم لك تشوف تصاور تماك مع جميع الكنوس تقريبا. ما جميع الكنوس في هذيك الطابله وسولوا هذوك هما اللي لقاو وسولوا اي واحد
هنايا واش حنايا عندنا بلاصتنا كانت بلاصتنا الفوق قلت لك الاصلاحات دابا ولا كانت شي كيوسكا ولا شي حاجه ما على ما كنطالبوا الكيوسكا لا والو خلونا بلاصتنا كيجي وقت الصيف كنقلبوا على ريوسنا كي حيت الصيف كنمشيو بحال هادنا يعني ما كنطالبوا حتى شي واحد يعطينا شي حاجه كنطالبوا من رجال الامن ومن السلطات المحليه عندنا واحد 3 شهور كنجيو نخدموا فيها تعاونوا معنا كنمشيو بحال هادنا ويسمح لك نمشيو لبلايص اخرين كنمشيو تيرانات حنا غاديين مع الوقت ما نقدروش نشدوا حنا شي كونت نستغلوه ولا نقولوا هاد الكونت حنا كنخدموا فيه ولا اللي جا بغى يترزق الله الله يعاونو وهادشي راه نطلبوا من الناس مسؤولين يلقاو لينا حنا شي حل ولا شي بلاصه شي حاجه يعطيوها لينا هما ما نبقاوش حنا مهمشين راه 49 سنه اب 3 ابناء ايوا هادشي اللي عطى الله والسوق هادشي اللي نقول الله يشافي سيدنا والله يشافيه والله نسولك شحال انت كنت تواجد امام ملعب الوزيز ملعب الوزيز في مركب رياضي دابا المده ديال 28 سنه كل عام تيران كل عام اي تيران واي تيران ديال المغرب 30 دور في اي تيران 30 دور بعض المرات كنجي بعض المرات ما كنجي بعض المرات كيكون الشي غاب ما كنخدمش فهمتي فهمتي ما كيكونش الشغل ما كنخدم ومن كيكونش الجمهور ملي كيكونش الجمهور كيفاش كيكون الهضره كيفاش ما فهمتش ملي كيكونش الجمهور ملي ما كيكونش داخل الجمهور ملي ما كيكونش داخل الجمهور التيران ما كتخدمش بطبيعه الحال ما كتخدمش ما كتخدمش شويه ما كتمشيش صافي ما كنمشيش خويا تبارك الله عليك الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظكم خويا الله يسهل سعيدة تبارك الله يسهل والله يلاقينا ولاقيكم شي ساعة زوينة وهادشي اللي نطلبوا من الله تبارك الله فيك الله يعاونكم اخويا سمحوا لينا شكرا خويا خدمتنا راه كنقيو بلاصتنا ما كنخليو لا زبل لا والو وكنردوا الانتباه حتى الناس اللي غادا ولا معاهم دري صغار كنردوا لهم البار حنا بحال حتى حنا بصنف الامن ما كنبغيش الشغام ما كنبغيوش الصداع ما كنبغيوش فهمتي والله يحفظك وبارك الله فيك اخويا